رئيس محاط بفضيحة. لم يكن لي علاقة جنسية مع تلك المرأة. ذكرت شيئا عن رؤيتي له كرجل أكثر من كونه رئيسا. بدأ صراع الاتهامات المرة والحزبية. كان الهدف من ذلك رغبة الجمهوريين في إلحاق الضرر ببيل كلينتون وبأي ثمن. هل تفكر في الاستقالة سيادة الرئيس؟ وصفها بالعلاقة الجنسية كمن يقول إن فضيحة ووترغيت لم تكن إلا سرقة. معركة للإطاحة برئيس. هل المدعى عليه ويليام جيفرسون كلينتون مذنب أو غير مذنب؟ الأسئلة والأجوبة عنها. القصة الحقيقية عن اتهام الرئيس كلينتون بعد قليل في حلقة اليوم من التقرير النهائي. الثالث من أكتوبر عام 97، العاشرة إلا ربعا مساء على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الدولة في كولومبيا ميريلاند. مرحبا، كيف عرفت أنني المتصلة؟ لدي كاشف هوية المتصل. وماذا يظهر لك؟ ليندا تريب. ليندا تريب وهي معاونة في البنتاغون تتصل بزميلتها مونيكا لوينسكي البالغة من العمر 24 عاما. تعمل كل من تريب ولوينسكي وهي متدربة سابقة في البيت الأبيض معا في مكتب العلاقات العامة في البنتاغون. على الرغم من فرق العمر بينهما إلا أنهما صديقتان مقربتان. لوينسكي منزعجة بسبب علاقتها الأخيرة. أجل، حتى إنني لا أرغب في الكلام عن الموضوع، لقد سئمت. أخرجي إلى النوم. أنا أكرهه. لا، أنت لا تكرهينه. بل أكرهه. ما تكرهينه هو تصرفاته في بعض الأحيان. هذه ليست علاقة عاطفية عادية. تتحدث لوينسكي عن علاقة غرامية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. مر على دورة ويليام جيفرسون كلينتون الرئاسية الثانية 8 أشهر ونصف الشهر، ومعدل التأييد العام له بلغ 55%. إنه زمن ازدهار في أمريكا، أسعار الأسهم مرتفعة والوظائف متوفرة بكثرة والدولة لا تخوض أي حرب. في الوقت نفسه تعمل رئاسة كلينتون تحت غمامة من الفضائح. طوال السنوات الثلاثة الماضية أجرى المستشار المستقل كينيث ستار عدة تحقيقات لها علاقة بالرئيس. ما الذي أثار هذه التحقيقات؟ بدأت إثر ادعاءات بسوء إدارة مرتبط بصفقة عقارية في ولاية أركنساس. بين عامي 78 و 92 كان بيل وهيلاري كلينتون شريكين مع آخرين في شركة وايت ووتر للإعمار. عام 92 بدأت ادعاءات بأن الزوجين كلينتون ربما حصلا على كسب غير مشروع من الشركة. في يناير من العام 94 عينت النائبة العامة جانيت رينو مدعيا لتحقق في قضية وايت ووتر المزعومة ضد آل كلينتون. بعد 7 أشهر تم استبدالها بكينيث ستار. خلال السنوات الثلاث التالية ظهرت ادعاءات أخرى مختلفة ضد الرئيس. اتهامات عن سوء توظيف أموال الحملة الانتخابية وسوء التعامل مع ملفات قضائية والطرد التعسفي لموظفي البيت الأبيض. وكلما ظهر أحدها أعطى النائب العام سلطة التحقيق لستار. يرى خصوم كلينتون هذه الادعاءات على أنها دليل على فشله الأخلاقي المتكرر. هناك كم هائل من الناس في أمريكا وهم منذ مدة منزعجون جدا من تصرفات بيل كلينتون كرئيس للولايات المتحدة. أما مؤيدوه فيرون في الأمر مجرد مطاردة. لقد ظنوا فعلا أن التخلص من بيل كلينتون وتدميره لم يكن من أجل هدف حكومي وحسب، بل كان أساسيا لإعادة الإمساك بالحضارة، فقد كان يهرب بها بعيدا. كما أن الرئيس كلينتون يمر في السنة الثالثة من معركة قضائية أخرى. إنه يواجه دعوى قضائية رفعتها امرأة اسمها باولا جونز. إن ما فعله بي مذل جدا. لماذا تقاضي جونز الرئيس كلينتون؟ تدعي جونز بأن كلينتون تحرش بها جنسيا عام 91 عندما كان حاكما لولاية أركنساس وكانت موظفة حكومية آنذاك. تقول جونز إن الحادثة وقعت في إحدى غرف فندق ليتل روك، وقد حافظت على صمتها حتى فبراير من العام 94 بعد أن صدر مقال في مجلة محافظة اسمها The American Spectator.
وفيه أن أحد عناصر شرطة ولاية أركنساس يدعي بأنه رتب لقاء غراميا في غرفة فندق بين كلينتون وجونز، واقتبس منها القول إنها مستعدة لتكون صديقة كلينتون الدائمة إذا رغب. ولأنها غضبت بسبب ما اعتبرته سوء تمثيل لها، رفعت جونز دعوى قضائية ضد كلينتون بعد 3 أشهر. 23 أكتوبر عام 1997، الآن وفي ضواحي العاصمة واشنطن، سلسلة من المكالمات بين صديقتين على وشك أن تطلق العنان لأكبر الفضائح أذن حتى الآن. اليوم تخبر ليندا تريب صديقتها مونيكا لوينسكي بأن الرئيس أخطأ بإنشاء علاقة معها، كونها لا تكبر كثيرا ابنته تشيلسي البالغة من العمر 17 عاما. أتعلمين؟ علي أن أقول ذلك لأنني فكرت كثيرا في الأمر مؤخرا. لو أنه فكر ولو لبرهة في أن يقوم أحد بفعل الأمر نفسه مع ابنته. أنت محقة، دار الأمر نفسه في بالي. ماذا سيقول المرء لابنته أن تفعل في هذه الحالة؟ لا تعلم لوينسكي أن تريب تسجل هذه المحادثات. لما تسجل ليندا تريب محادثاتها مع مونيكا لوينسكي؟ تريد تريب أن يصدقها الآخرون إذا أعلنت القصة على الملأ. وجهت ليندا تريب الكثير من الاتهامات ضد الرئيس من قبل. في أغسطس من العام 97 نشرت مجلة نيوزويك عن تريب أنها رأت امرأة تخرج من مكتب الرئيس وشعرها وتبرجها غير مرتبين. لمحت تريب إلى أن الرئيس تصرف بشكل غير لائق. على الفور أجاب محامي الدفاع عن كلينتون أنه لا يمكن تصديق ليندا تريب وأنها لم تملك دليلا يدعم اتهامها. استمرت تريب بجر لوينسكي إلى أن تخبرها عن تفاصيل لقاءاتها الجنسية مع الرئيس. لم نمارس الجنس. وماذا تسمين ما حدث؟ لهونا قليلا. كيف يمكن لإحدى المتدربات في البيت الأبيض أن تقضي وقتا مع الرئيس على انفراد؟ خلال إحدى العطل الحكومية كان المتدربون يؤدون مهام الموظفين الثابتين. في شهر نوفمبر من العام 95 كان كلينتون والكونغرس الذي سيطر عليه الجمهوريون يحكمون بقوة على ميزانية الدولة. نتيجة هذه العطلة كانت أن عدد العاملين في البيت الأبيض انخفض إلى أقل من ربع ما يحتاج إليه. بدأ المتدربون العمل المجاني الذي أدى إلى زيادة اختلاطهم بالعاملين في أعلى مناصب البيت الأبيض ومنهم الرئيس. أحد هؤلاء المتدربين كانت مونيكا لوينسكي وهي في 22 من العمر. في 21 من نوفمبر من العام 97 تلقت ليندا تريب اتصالا من محامي جونز. أبلغ أحدهم المحامي بأنه قد يكون لدى تريب بعض المعلومات التي تفيد قضيته. أعطت تريب المحامي تفاصيل عن العلاقة المزعومة بين رئيس كلينتون ومونيكا لوينسكي. كانت النتيجة أنه تم استدعاء لوينسكي رسميا للشهادة في قضية جونز إذا تمكن محامي جونز من إثبات حدوث علاقة بين الرئيس وإحدى متدربات البيت الأبيض، فسيثبت ذلك وجود طبع جنسي غير مستقيم للرئيس. في 22 من ديسمبر تباحثت لوينسكي أمر شهادتها القادمة مع تريب، والتي بدورها تريد أن تعرف ماذا قالت للرئيس. إنه يعلم أنك ستكذبين، لقد أخبرته أليس كذلك؟ لا، اعتقدت أنك اتفقت معه على ذلك عندما اتصل بك تلك الليلة. حسناً، أعني أنني لا أدري. يا إلهي، إذن هل يعلم أنك ستقولين الحقيقة؟ لا. 7 يناير من العام 98 قدمت لوينسكي شهادة موقعة في قضية جونز، وفيها تنكر أنها كانت على علاقة غرامية بالرئيس كلينتون. بعد 5 أيام اتصلت ليندا تريب بمكتب المستشار القانوني المستقل كينيث ستار. قالت تريب إن لديها تسجيلات تثبت أن الرئيس أمر مونيكا لوينسكي بأن تكذب وتخفي علاقتهما عندما تشهد في قضية جونز. سول وايزنبرغ وهو أحد نواب المستشار ستار أخبر التقرير النهائي بأن التوتر الحزبي في تلك الفترة جعله يرتاب بخصوص ادعاءات تريب. يجب أن تفهم أنه في ظل أجواء تلك الفترة كنا نتلقى كل أنواع الاتصالات من أناس يعتقدون أن لدينا سلطة مطلقة في التحقيق بأي شيء يمس رئيس كلينتون. بعد الاستماع إلى تسجيلات تريب أصبح مكتب المستشار المستقل مهتما بسماع المزيد. بما أن تسجيلات تريب ستكون مرفوضة في المحكمة، طلبوا منها أن تلبس جهاز تسجيل خاصا لتسجل مكالمتها مع لوينسكي في اليوم التالي. تعاون ستار مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ليسجل حديث لوينسكي بشكل سري.
13 من يناير. تحدثت لوينسكي خلال غداء في فندق مدينة البنتاغون ريتز كارلتون عن دورها في قضية جونز. قالت إنها ستكذب في شهادتها، ولمحت إلى أن الرئيس أيضا يخطط لإنكار العلاقة في إفادته. سينكر بعد القسم. أجل، لكن هناك اثنان سيقولان لا. صحيح، سيكذب شخصان بهذا الخصوص. 15 من يناير عام 98، طلب ستار إذنا من المدعية العامة جانيت رينو ليبدأ تحقيقا جديدا حول كلينتون بناء على تصريحات لوينسكي المسجلة. وافقت رينو على طلبه. في صباح اليوم التالي طلب معاونو ستار من تريب أن تساعدهم على إحضار لوينسكي للاستجواب. في الواحدة إلا ربعا من بعد ظهر ذلك اليوم رتبت تريب لقاء مع لوينسكي هنا في صالة مطاعم مجمع مدينة البنتاغون التجاري، لكنها لم تلتقي لوينسكي، ولكنها دلت بعض العملاء الفيدراليين فاصطحبوها إلى المبنى المجاور. طوال الساعات 11 التالية واجه محامون من مكتب ستار لوينسكي بحقيقة علاقتها بكلينتون. أرادوا منها أن تعترف بأنها قدمت معلومات خاطئة في شهادتها خلال قضية جونز وبأن كلينتون حثها على ذلك. أخبروها بأنهم يعلمون بمحادثاتها مع تريب، لكن لوينسكي رفضت التعاون معهم. علمت لوينسكي أن تريب خانتها وتركت الفندق من دون أن تؤكد أو تنفي وجود علاقة جنسية بينها وبين الرئيس. 17 من يناير، سجل محامو جونز شهادة الرئيس كلينتون تحت القسم. لقد أمضى 6 ساعات يجيب عن أسئلتهم. سألوه أيضا عن علاقته بلوينسكي. إذا أخبرت أحدا ما بأنها أقامت علاقة جنسية معك بدءا من نوفمبر من العام 95، أيكون ذلك كذبا؟ بالتأكيد هذا ليس صحيحا، تلك ليست الحقيقة. لم أكن يوما على علاقة جنسية بمونيكا لوينسكي، لم يكن لي أي علاقة خاصة بها. 18 من يناير، الساعة 2:32 فجرا، أعلنت القصة على الملأ للمرة الأولى على موقع إلكتروني للحزب المحافظ يسمى The Drudge Report. يدعي الموقع بأن مجلة نيوزويك تعد مقالا عن امرأة لم يذكر اسمها ادعت بأنها مارست الجنس مع الرئيس. لم تلتفت وسائل الإعلام الرسمية للخبر. لاحقا في مساء يوم الأحد ذاك استدعى كلينتون سكرتيرته بيتي كوري البالغة من العمر 57 عاما إلى المكتب البيضاوي. عملت كوري لدى كلينتون منذ حملته الرئاسية الأولى في عام 92. استخدمت لوينسكي زياراتها لكوري كغطاء لعلاقتها مع الرئيس. بناء على شهادة لاحقة لكوري قدمتها تحت القسم إلى المستشار المستقل، طلب الرئيس منها أن توافق على تصريحات من ضمنها: لقد كنت موجودة دائما عند وجود مونيكا هنا، أليس كذلك؟ مونيكا هي التي تحرشت بي وأنا لم ألمسها أبدا. هل تعد أفعال الرئيس جريمة؟ ربما تكون كذلك. إذا كان قد حث بيتي كوري على الكذب فأفعاله هي عملية عرقلة لسير العدالة. قال الرئيس لاحقا في إفادته للمستشار العام إنه كان يحاول أن يثبت الحقائق ولا يمكنه أن يشهد على كيفية فهم كوري للحديث. في 21 من يناير، بعد 3 أيام من نشر الموقع للخبر، انطلقت القصة للملأ عبر الإعلام الرسمي. بدأت العناوين تثير موضوع اتهام كلينتون. لم أقم أي علاقة جنسية مع تلك المرأة. صراع كلينتون لإنقاذ رئاسته وإجابات أخرى عن أسئلتنا عندما نعود في التقرير النهائي. في 21 من يناير عام 98، اليوم الأول لبدء فضيحة جنسية تمس الرئيس بيل كلينتون والمتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. الناطق الرسمي مايك ماكوري يواجه الإعلام: ماذا تقصد بعلاقة غير لائقة؟ لديكم جميعا التصريح الذي قرأته سابقا وهو واضح تماما. هل تدعم هذا التصريح؟ هذا التصريح هو موقفنا الرسمي، هذا ما أقول، هذا ما قلته سابقا. بات واضحا جدا أن هذا الأمر لن يتلاشى تلقائيا، كأنه كما تعلم مجرد دراما سياسية. لاحقا في مساء ذلك اليوم التقى كلينتون مذيع شبكة بي بي اس الإخبارية جيم لهرر لإجراء مقابلة حددت سابقا. لم يكن هناك علاقة غير لائقة، حدد معنى ذلك.
حسنا، أظن أنك تعلم ماذا يعني ذلك. إنه يعني أنه لم يكن هناك علاقة جنسية غير لائقة أو علاقة غير لائقة أخرى من أي نوع. ولكن وراء الكواليس كيف تتعامل الإدارة مع الفضيحة المتفشية؟ حضر البيت الأبيض سريعا لإجراء استطلاع لتحديد الرأي العام. بيّن استطلاع الرأي الذي أجري على عجل أن غالبية المشاركين يريدون أن يستقيل الرئيس من منصبه إذا كانت له علاقة سابقة مع لوينسكي، وحثها على أن تكذب بهذا الخصوص. قال له ديك موريس مستشاره السياسي: سيد الرئيس، إذا كان الأمر قد حدث وتعترف بحدوثه فالشعب يريد منك أن تتنحى. وكلينتون قال لموريس: على ما يبدو بحسب رواية موريس، إذن علينا أن نفوز. وهكذا بدأت خطة العمل تنكشف. ما سيقوله موريس لاحقا إنه بناء على استطلاع الرأي الخطة سهلة، سنستمر بإنكار العلاقة. في 23 يناير قصة أخرى تنتشر عبر الصحف. قد يكون هناك دليل حسي على لقاءات لوينسكي العاطفية مع الرئيس. يبين أحد تسجيلات تريب أن لوينسكي احتفظت بقطعة من ملابسها تحمل السائل المنوي الخاص بالرئيس. لما احتفظت لوينسكي بتلك القطعة؟ قالت لها ليندا تريب إن ذلك سيكون دليلا فعالا على وجود علاقة جنسية. في أحد تسجيلات تريب السرية للمكالمات نصحت لوينسكي بالاحتفاظ بقطعة الملابس تلك. من الأفضل لك أن تبقي القطعة بحوزتك إذا احتجت إليها بعد سنوات من الآن. تعتقدين أنه يمكنني الاحتفاظ بفستان لعشرة أو 15 عاما؟ هذا ما كنت سأقوله لابنتي لحمايتك القصوى. ما زالت مونيكا تحتفظ بالفستان، لكنها تستمر في رفضها التعاون مع تحقيق المستشار المستقل. في 26 يناير العاشرة والنصف صباحا التقى الرئيس كلينتون ونائبه ألغور والسيدة الأولى هيلاري كلينتون مع الصحافة في البيت الأبيض للإعلان عن مبادرة تعليمية. بعد مضي 10 دقائق تحدث كلينتون عن الفضيحة. لكنني أريد أن أقول شيئا للشعب الأمريكي، أريد أن تنصتوا إلي. سأقول مجددا، أنا لم أقم علاقة جنسية مع تلك المرأة الآنسة لوينسكي. هل يقول الرئيس الحقيقة؟ فقط من خلال التلاعب بالمفاهيم القانونية. ادعى كلينتون لاحقا أنه كان دقيقا قانونيا في إنكاره، وذلك باستخدام المصطلحات علاقات جنسية وعلاقة جنسية. لقد وافق القاضي في قضية جونز على المصطلحات المعقدة عن الأنشطة الجنسية والتي استخدمت في إفادة كلينتون. أعرض على الشاهد المصطلح رقم 1. بحسب تفسير كلينتون لهذه المصطلحات، فإن العلاقة الجنسية تشير إلى حدوث جماع، ولكنها لا تعبر عن حالة الجنس الفموي. في اليوم التالي خلال مقابلة في برنامج توداي شو، اتخذت السيدة الأولى هيلاري كلينتون الجانب الهجومي، زاعمة وجود مؤامرة للإطاحة بزوجها. لاحظ من هم الأشخاص المتورطون في هذا الأمر. لقد ظهروا في مناسبة أخرى مماثلة. إن هذه القصة الأكبر الموجودة لمن يريد أن يبحث فيها ويكتب عنها وأن يوضحها. إنها مؤامرة الجناح اليميني الضخمة والذين يتآمرون ضد زوجي من أول يوم أعلن فيه سعيه لمنصب الرئيس. هل كان هناك مؤامرة يحكها الجناح اليميني؟ كان هناك روابط قوية بين قضية جونز وخصوم الرئيس السياسية. الهدف الأساسي لمجموعة تعرف بمشروع أركنساس هو البحث في ماضي كلينتون، كما دفع أعضاء المجموعة الرسوم القانونية عن جونز. سيدني بلومنتال وهو من كبار معاوني الرئيس كلينتون أثار انتباه الإدارة إلى المجموعة. إنها جماعة مشروع أركنساس الذين تواجدوا على الساحة لسنوات، وكان مصدرهم ريتشارد ميلينز كيف المتطرف ملياردير الجناح اليميني. إذن أطلعت السيدة الأولى على معطيات الأمر، وكانت تلك الحقائق أسس تصريحها عن وجود مؤامرة ضخمة يحوكها الجناح اليميني. هذه النظرية عن وجود تلك المجموعة من الأمريكيين الذين يتآمرون ليطيحوا ببيل كلينتون المسكين هي نظرية ظريفة. إنها عبارة ظريفة، إنها لا تعني شيئا. في الأول من أبريل رفض قاضٍ فيدرالي قضية جونز. حكم القاضي بأن اتهاماتها لا تشكل تحرشا جنسيا بحسب قانون ولاية أركنساس. تقدمت جونز بطلب استئناف.
أعتقد أن ما فعله السيد كلينتون بي خاطئ، وأن القانون يحمي النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من إساءة استخدام السلطة. أخبر المستشار المستقل ستار المراسلين الصحفيين بأن رفض قضية جونز ليس له أي تأثير في تحقيقه حول موضوع لوينسكي. في 28 من يوليو توصل كل من كينيث ستار ومونيكا لوينسكي إلى اتفاق. نحن وبصفتنا مستشاري مونيكا لوينسكي القضائيين توصلنا اليوم إلى اتفاق أنه مقابل شهادتها الكاملة والصادقة ستحصل على حصانة ضد الإجراءات في هذه القضية. شكرا جزيلا لكم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا يمكن محاكمة لوينسكي على كذبها في شهادتها السابقة. قد تكون شهادة لوينسكي الصادقة هي السبيل الوحيد لكينيث ستار ليثبت أن الرئيس حنث بيمينه في إفادته بقضية جونز. في 30 من يوليو أعطت لوينسكي المحققين ذلك الفستان الفضفاض الأزرق الذي اشترته من محلات جاب. إنها قطعة الملابس التي أشيع أنها تحمل السائل المنوي الخاص بالرئيس. أخذت القطعة إلى المكتب الفيدرالي لتفحص. أكد المكتب لاحقا أنه بالفعل حمض الرئيس النووي. في 6 أغسطس الساعة 9 صباحا. مونيكا، مونيكا، بارك الله فستانك. مونيكا، مونيكا، بارك الله فستانك مونيكا. شهدت لوينسكي أمام هيئة المحلفين الكبرى لست ساعات ونصف الساعة عن علاقتها بكلينتون. سئلت العديد من الأسئلة المتنوعة بخصوص طبيعة العلاقة وشهادتها في قضية جونز، كما قدمت معلومات مفصلة عن لقاءاتها الجنسية مع الرئيس. ستقرر هيئة المحلفين الكبرى ما إذا كان هناك سبب لاستمرار التحقيق. 17 أغسطس الساعة 1 PM في البيت الأبيض، وبعد 11 يوما من اعتراف لوينسكي، بدأ الرئيس كلينتون اعترافه أمام هيئة محلفين كبرى خاصة به عبر تصريح مكتوب إنه يعترف بالعلاقة الآن. عندما كنت وحيدا مع الآنسة لوينسكي في أوقات متفرقة في أوائل العام 96 ومرة في أوائل العام 97، قمت بتصرفات خاطئة لم تتضمن هذه التصرفات الجماع الجنسي، ولا تشكل هذه التصرفات علاقة جنسية حسب ما فهمت من معنى هذا المصطلح الموضح في إفادتي في 17 من يناير من العام 1998، ولكنها تضمنت تلامسا حميميا غير لائق. شرح كلينتون لاحقا اعتقاده بأن دعوة جونز القضائية كانت مبنية على دوافع سياسية، وقال إن ذلك الاعتقاد أثر في شهادته. كان هدفي في تلك الإفادة أن أكون صادقا، ولكن ألا أكون معينا نوعا ما. لم أرد أن أقوم بمهمة محامي جونز، لقد استنكرت ما كانوا يفعلون. في أعقاب اعترافه نقل الرئيس القضية إلى الشعب. بكل تأكيد كانت لي علاقة بالآنسة لوينسكي ولم تكن لائقة. كيف استجاب الشارع الأمريكي لاعتراف الرئيس كلينتون؟ الإجابة والمنعطف الحرج للقضية. هل تفكر في الاستقالة سيادة الرئيس؟ عندما نعود في التقرير النهائي. 17 عام 98 في خطاب تلفزيوني تحدث الرئيس كلينتون إلى الشعب الأمريكي. مساء الخير. في هذا المساء وفي هذه الغرفة ومن هذا الكرسي اعترفت أمام أعضاء مكتب المستشار المستقل وهيئة المحلفين الكبرى. إنه على وشك أن يقوم بانعكاس درامي ويعترف بإقامته علاقة مع مونيكا لوينسكي. أخبر الشعب الأمريكي عن الإفادة التي قدمها في يناير الماضي في الدعوى المدنية لجونز. وجهت إلي أسئلة عن علاقتي بمونيكا لوينسكي، ومع أن إجاباتي كانت دقيقة قانونيا إلا أنني لم أقدم أي معلومات طواعية. بكل تأكيد كانت لي علاقة غير لائقة مع الأنسة لوينسكي، وفي الواقع كانت علاقة خاطئة. شرح كلينتون كيف أنه يعتقد أن الدعوة كانت مبنية على دوافع سياسية، ثم انتقد عمل مكتب المستشار المستقل. كان لدي مخاوف حقيقية حيال تحقيق مستشار مستقل كان قد بدأ تجارة خاصة منذ 20 عاما.
حمس هجوم كلينتون نقاده ونفر منه بعض مؤيديه. أغضب ذلك الخطاب الجمهوريين الذين أحسوا بأنه دليل على اعتقاد كلينتون بأنه فوق القانون، وخيب أمل الديمقراطيين الذين كانوا ينتظرون تأنيب ضمير وندما حقيقيين. لم يكن كلينتون لينبطح أرضا فقط ويقول حسنا كينيث ستار لقد نلت مني. كانت تلك هي استراتيجية الأرض المحروقة المعتادة التي يستخدمها آل كلينتون خلال السنوات الماضية، وهي أن تهاجم كل من يتهجم عليك. في واشنطن سقط رد الفعل في صفوف الحزب، ولكن كيف يستجيب الشارع الأمريكي لاعتراف الرئيس كلينتون؟ أظهر استطلاع رأي قامت به منظمة جالوب أن معدل الرضا عن أدائه العملي بقي مرتفعا ليبلغ 66%، وهذا في الواقع أعلى بنقطة مما كان عليه في مطلع الأسبوع، على الرغم من حقيقة أن 42% ممن شاركوا بالاستطلاع قالوا إن رأيهم فيه سلبي. في نتيجة استطلاع رأي قامت به محطة ABC الإخبارية في تلك الليلة قال فيه 69% إنهم يريدون أن ينتهي تحقيق ستار. أظن أن الإدارة الأمريكية ترى في نفسها دور المربية نوعا ما، بمعنى أنها تشعر بسيطرتها على نوع من النبض الأخلاقي للأمة. فهم باقي البلد هذه القصة فورا، كان الأمر مثل نعم، مارس كلينتون علاقة مع امرأة من موظفيه وكذب بهذا الشأن، ماذا بعد؟ إنه رجل بالغ يتصرف بحماقة في مكان عمله ويحاول أن يمنع الناس من أن يكتشفوا الأمر، هذا هو أقصى ما في الأمر وقد علم الناس بذلك. مع أن الشعب أراد للتحقيق أن ينتهي، كان نواب الكونغرس الجمهوريون يسعون في طريق آخر، المحاكمة. كان عضو الكونغرس السابق بوب بار أحد مدراء الكونغرس الذين أعدوا الدعوة ضد الرئيس. أظن أنك لو سألت الناس إن كانوا يظنون أنه من الصحيح أن يحنث رئيس الدولة بيمينه بعد أن أقسم أو أن يعرقل سير العدالة في إجراءات قانونية جارية، ستكون الإجابة لا. أخبر عضو الحزب الديمقراطي بارني فرانك التقرير النهائي بأن الجمهوريين خلال تجديدهم على قضيتهم تجاهلوا إحساس الشعب الأمريكي. رد الفعل العام للشعب كان أن ذلك سيء للغاية، أنا محرج جدا، ولكن لا، لن نحاكمك بسبب هذا الفعل. أما الجمهوريون فقرروا المضي قدما بمحاكمة بيل كلينتون على الرغم من أن الشعب كما يبدو لم يكن يريد أن يحصل هذا. هل تفكر في الاستقالة سيادة الرئيس؟ الثالث من سبتمبر، السيناتور جوزيف ليبرمان هو أول من استنكر رسميا فعل الرئيس من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. هكذا تصرف ليس غير لائق وحسب، بل إنه غير أخلاقي أيضا. على الرغم من أن ليبرمان صريح بانتقاده لسلوك الرئيس، إلا أنه لا يريد أن يقال كلينتون من منصبه. التاسع من سبتمبر، الساعة الرابعة إلا ربعا من بعد الظهر، قدم المستشار المستقل كينيث ستار تقريره الذي يفصل علاقة الرئيس مع لوينسكي إلى مجلس نواب الكونغرس. كان مجموع صفحاته 452 صفحة ومعه 18 صندوقا من الأدلة المادية. صوت مجلس النواب الموافقة على إشهار المعلومات للشعب. يحدد التقرير اتهامات من شأنها أن تؤدي إلى المحاكمة، بينما يكشف عن تفاصيل صريحة لعشرة أفعال جنسية. انقسمت اتهامات ستار لكلينتون تحت ثلاث فئات أساسية: الحنث باليمين وإعاقة سير العدالة والفشل في أداء مهامه الدستورية. ومن ضمن الأمور الأخرى تضليل الشعب الأمريكي حول حقيقة نشاطه الجنسي. أتمنى لو أنه اعترف بالحقيقة منذ البداية ولم نضطر إلى أن نقرأ الكثير من الأشياء التي لا مكان لها في الآداب العامة. يتضمن التقرير تفاصيل تصويرية من شهادة لوينسكي عن علاقتها الجنسية بالرئيس، وفيه قائمة من هداياه ومكالماته الهاتفية، كما يروي محادثاتها الهاتفية المسجلة مع ليندا تريب. كان المقصود من تقرير ستار أن يكون لائحة اتهام قاضية، فتحول إلى عمل فكاهي بامتياز. كان سردا مقنعا جدا لقصة رجل في منتصف العمر أمسك به وهو يخون وكذب عن فعله، لكن هذا كل ما في الأمر.
فتح هذا الأمر للأمريكيين بابا لمناقشة أحاديث في غرف المعيشة من النوع الذي كانوا سعداء جدا ألا يدخلوه ضمن نقاشاتهم سابقا. لما قدم تقرير ستار تفاصيل كثيرة موضحة إلى هذا الحد؟ اعتقد ستار أن هذه التفاصيل مهمة لإثبات حقيقة أن كلينتون حنث بيمينه. قدم المحامون في مكتب المستشار المستقل هذا القدر من التفاصيل ليوضحوا تماماً كيف أن كلينتون حنث باليمين. لقد شمل التقرير سجلات الحركة من البيت الأبيض، وشمل أرشيف المكالمات الهاتفية المسجلة، وكل ذلك للتأكيد على مصداقية مونيكا لوينسكي. الحادي والعشرين من سبتمبر، نشرت اللجنة النيابية القضائية الشريط المصور لشهادة الرئيس كلينتون أمام هيئة المحلفين الكبرى. أقسم. تم بثه مباشرة على محطات التلفزة الوطنية كاملا ومع تحذيرات على احتوائه تفاصيل جنسية. في أحد المواقف حلل الرئيس كلمات استخدمها محاموه من قبل. التصريح بأنه لم يحدث أي اتصال جنسي من أي نوع أو طبيعة أو شكل أو صيغة مع الرئيس كلينتون كان تصريحا زائفا تماما، أهذا صحيح؟ يعتمد ذلك على ماهية معنى الكلمة. الثامن من أكتوبر، بناء على تصويت من 258 صوتا مقابل 176 قرر مجلس النواب بدء تحقيق بالاتهام. شمل التصويت بالموافقة 31 صوتا من الديمقراطيين وجميع الجمهوريين. إذا أدين كلينتون في مجلس النواب ستحال القضية إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة. الثالث من نوفمبر عام 98 يوم انتخابات منتصف الدورة، على الرغم من الفضيحة السارية حصل الديمقراطيون على 5 مقاعد في مجلس النواب واحتفظوا بمقاعدهم في مجلس الشيوخ، وهي هزيمة ساحقة بالنسبة إلى الحزب الجمهوري. لما تعد هذه الهزيمة هامة بالنسبة إلى الجمهوريين؟ من النادر أن يحظى حزب الرئيس بمقاعد في انتخابات منتصف دورة الانعقاد، خصوصا خلال دورة الحكم الثانية لهذا الرئيس. توقع زعماء الحزب الجمهوري بأن يحصل على ما يصل إلى 30 مقعدا. ديفيد شيبرز محام وديمقراطي عينته اللجنة النيابية القضائية للتحقيق في مسألة كلينتون ولوينسكي. كان الجمهوريون محطمين، غير ذلك كل شيء، ويبدو أن القيادة رأت أنه من اللازم أن تغلق جميع جلسات مداولة الاتهام. مع ذلك استمر النواب الجمهوريون بالضغط. تمسكنا بحكم القانون وبالمساءلة وبتحميل الناس مسؤولية أفعالهم. فيما يلي، المرأة التي تمثل قلب أحداث الفضيحة تقول كل شيء. علمت أنني سأنكر العلاقة. عندما نعود في التقرير النهائي، التاسع عشر من نوفمبر عام 98، هل تقسم إن الشهادة التي ستقدمها أمام هذه اللجنة هي الحقيقة الكاملة ولا شيء غير الحقيقة، وليشهد الله على ذلك؟ أقسم. بدأت جلسات الاستماع بخصوص اتهام الرئيس بيل كلينتون في مجلس النواب. يمكنك البدء يا سيد ستار. أشكرك يا سيد الرئيس. كينيث ستار المستشار المستقل هو أول الشهود. يشير الدليل إلى أن الرئيس استخدم مرارا وتكرارا آليات الحكومة وسلطة منصبه لإخفاء علاقته. رد الديمقراطيون من أعضاء اللجنة باتهام مكتب المستشار المستقل بالمبالغة، كما ناقشوا أن أفعال الرئيس كلينتون لا ترقى إلى درجة تكون فيها جريمة. كانت فكرة شرطي آداب تدفع له الحكومة الفيدرالية وينفق الملايين لينصب كمينا ليوقع زوجا خائنا غير واردة قبل تحقيق ستار. طوال 7 أيام أخذت جلسات استماع اللجنة طابع المشاحنات الحزبية. أنت تعيق سير هذه الجلسة بهذه التلميحات العدائية وبهذه المشاحنات الحزبية. نحن نعيق أمرا محسوما. 12 من ديسمبر، السيد جوير يصوت بالموافقة. أوافق. صوتت اللجنة النيابية القضائية على التوصية بـ4 بنود اتهام ترفع إلى الكونغرس وتحوي ما يلي:
ارتكب الرئيس جريمة الحنث باليمين في شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى وإفادته في قضية جونز عندما قال إنه لم يكن على علاقة جنسية بلوينسكي. أعاق سير العدالة في قضية جونز جزئيا من خلال محاولته التأثير في شهادة بيتي كوري، كما وأدلى بتصريحات كاذبة للكونغرس. لن نتراجع عن مسؤوليتنا الدستورية ولن نخاف من هجمات البيت الأبيض أبدا، سنفعل كل ما هو صائب. في الأسبوع التالي دار في الكونغرس جدال على مدى يومين حول محاكمة الرئيس الأمريكي أم لا. التصويت اليوم بالموافقة على المحاكمة لن يخدم سوى الحملات الشخصية المدمرة. بعد ذلك أقر الكونغرس بندين من بنود المحاكمة. اتهم الرئيس كلينتون بالحنث باليمين أمام هيئة المحلفين الكبرى وإعاقة سير العدالة. بعد هذا التصويت أصبح ويليام جيفرسون كلينتون ثاني الرؤساء في تاريخ أمريكا الذي تتم محاكمته. الأول كان أندرو جونسون عام 1868، وعام 74 استقال ريتشارد نيكسون من منصبه عندما كان على وشك أن يحاكم. السابع من يناير عام 99 انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة. لدى أعضاء المجلس السلطة لعزل الرئيس من منصبه. اصطف الناس حول مبنى الحكومة لنيل فرصة قضاء 15 دقيقة في المقاعد المخصصة لعامة الشعب. انعقدت الجلسة. ما هو رأي مجلس الشيوخ في هذه القضية؟ معظم أعضاء المجلس كانوا مترددين بشأن استمرار المحاكمة. كان هناك اختلاف في الوضع بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. عندما وصل الأمر إلى مجلس الشيوخ حتى الجمهوريون أرادوا الانتهاء من الأمر. خلافا للمحلفين في المحاكم العامة والذين يصوتون بناء على الأدلة المقدمة فقط، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ أن يصوتوا بناء على الضغوط السياسية. يترأس المحاكمة رئيس المحكمة العليا ويليام رينكويست. يقوم بدور الادعاء أعضاء من مجلس النواب، من بينهم النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي هنري هايد. المسألة المطروحة أمام هذه الهيئة هي حول الحنث باليمين، إنها حق عام. دافع أحد محامي كلينتون عن شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. اعترف بأن إفادة كلينتون في قضية جونز كانت مضللة، لكنه شدد على أن التهم لا تبرر المحاكمة. بكل صدق، هذه البنود لا تبرر إبطال الخيار الحر الذي اتخذه الشعب الأمريكي في انتخابات وطنية. لنسمع المزيد عن السادس من فبراير. شاهد أعضاء مجلس الشيوخ إفادات مصورة لثلاثة شهود من ضمنهم المرأة محور الفضيحة. على الرغم من أنهم سمعوا صوتها من قبل، إلا أنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها الأعضاء والشعب الأمريكي مونيكا لوينسكي تشهد أمام الكاميرا. إنها تختلف تماما عن لوينسكي التي سمعوا تسجيلاتها الصوتية. بسبب اتفاقية الحصانة التي لديها يمكنها أن تتحدث عن إنكارها السابق للعلاقة تحت القسم. علمت أنني سأنكر العلاقة. وقد أنكرت العلاقة أمام محامي جونز. أجل. قدمت لوينسكي سندا لتهمة إعاقة العدالة بتفصيلها لحديث دار بينها وبين الرئيس. هل تحاورتما في أي أمر آخر تلك الليلة؟ شيء مثل سألفت انتباهك لحجج الستر، لقد لمحت لذلك سابقا، ولكن هل تحدثتما عن حجج تلك الليلة؟ نعم سيدي. وماذا قال؟ أظن أن الرئيس قال شيئا مثل يمكنك أن تقولي إنك كنت آتية لرؤية بيتي أو لإحضار أوراق لي. لاحقا التصويت الذي قد ينحي الرئيس عن منصبه. هل المدعى عليه ويليام جيفرسون كلينتون مذنب أم غير مذنب؟ في القسم الأخير من التقرير النهائي. مذنب. سيد بارد. الثاني عشر من فبراير عام 99. سيد بارد. صوت مجلس الشيوخ. غير مذنب. بحسب الدستور أغلبية الثلثين أو 67 صوتا هو ما يلزم لخلع الرئيس من منصبه. هل المدعى عليه ويليام جيفرسون كلينتون مذنب أم غير مذنب؟ السيد أشكروفت مذنب. في تهمة الحنث باليمين صوت 45 سيناتورا بالإدانة. رئيس الولايات المتحدة غير مذنب بالتهمة الأولى الموجهة إليه. في تهمة عرقلة سير العدالة صوت المجلس بالتساوي. برئ الرئيس من التهمتين. ها
هل كان كلينتون معرضا لخطر إدانته في جلسة محاكمة مجلس الشيوخ؟ لا، كانت فرصة حصول أعضاء مجلس النواب الجمهوريين على 67 صوتا في مجلس الشيوخ ضئيلة. أطلع عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الجمهوري سليد غورتون التقرير النهائي على أن النتيجة كانت محسومة منذ أن وصلت بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ. علم الجميع أن الكل كانوا ببساطة يجارون الوضع. ما من أحد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين أراد أن يتحدث عن الموضوع أبدا. الساعة 2:38 بعد الظهر، الرئيس كلينتون يعتذر عن تصرفاته التي أدت إلى جلسات المحاكمة. أريد أن أخبر الشعب الأمريكي مرة أخرى بمدى عمق أسفي عما قلته وفعلته لإثارة هذه الأحداث والعبء العظيم الذي وقع على كاهل الكونغرس والشعب الأمريكي جراء ذلك. منذ البداية حتى الآن يدعي مناصرو كلينتون بأن الإجراءات كانت ذات دوافع سياسية. كان الأمر يدور حول السلطة. كان في مجمله صراعا إلى الرمق الأخير لخدمة مفاهيم التيار الجمهوري اليميني ومخططاته. ديفيد شيبرز، وهو الديمقراطي الذي أعد القضية ضد الرئيس لصالح جمهوري المجلس، له رأي مخالف. وجدنا أدلة موثوقا منها وأدلة مادية، كان هذا إعاقة لسير العدالة، أعني أنه كان هناك حنث واضح لليمين بالشهادة. الحقائق حول ما حدث معقدة. في التقرير النهائي عن محاكمة كلينتون، كانت كلفة تحقيق ستار وجلسات المحاكمة مرتفعة. استغرقت العملية 6 سنوات وكلفت الشعب 70 مليون دولار. بلغت عقوبة كلينتون في قضية جونز غرامة 25,000 دولار دفعت لصالح رؤساء نقابة المحامين في ولاية أركنساس، كما علقت رخصته في ممارسة المحاماة في ولاية أركنساس لمدة 5 سنوات. في 13 نوفمبر 1998، بينما قدمت قضية جونز للاستئناف، توصل كلينتون إلى تسوية مع جونز قدرها 850,000 دولار. في يوليو من العام 99 تلقى كلينتون أمراً بدفع 91,000 دولار للمحكمة المدنية ومحامي جونز لشهادته الكاذبة في إفادته. المثير للسخرية أن آل كلينتون كانوا قادرين على التوصل إلى تسوية مع باولا جونز قبل أن يبلغ ببيل كلينتون الأمر ويضطر إلى أن يعطي إفادته تحت القسم. غادرت مونيكا لوينسكي واشنطن وانتقلت للعيش في مدينة نيويورك. حصلت لاحقاً على شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي من كلية لندن لعلوم الاقتصاد الجامعية. أدينت ليندا تريب لتسجيلها مكالمات لوينسكي ما يخالف القانون، إلا أن المدعية أسقطت التهم ضدها. أمضى ستار ما تبقى من خدمته كمستشار مستقل، وعاد عام 99 إلى ممارسة العمل الحر في ولاية كاليفورنيا. في سبتمبر من العام 2000 أصدر روبرت راي، وهو خليفة ستار، تقريراً عن نزاع وايت ووتر. لم يجد دليلا على قيام بيل أو هيلاري كلينتون بأي مخالفات للقانون. فيما يخص الرضا عن أدائه، نجا كلينتون من الفضائح التي اتسمت بها رئاسته بأقل الأضرار. ترك البيت الأبيض ونسبة مؤيديه 65%، إنها الأعلى من أي رئيس خلال 50 سنة. كان الأمر محاولة من الجمهوريين للنيل من بيل كلينتون وبأي ثمن، وما فعلوه هو أنهم استغلوا النظام القضائي، دعاوى مدنية وتحقيقات جنائية. في نهاية المطاف نجحوا في محاكمته، لم يعزلوه من منصبه، ولكن في الواقع هذا ما أظنه حصل. فهم الرئيس أكثر من أي شخص آخر أن الشعب أراده أن يبقى في منصبه طالما أبقى تركيزه على مشاكلهم. أولئك الذين سعوا إلى الإدانة يقولون إنها كانت معركة من المهم أن يخوضوها بسبب خطورة الاتهامات الموجهة ضد الرئيس. يشدد وايزنبرغ على أن المشكلة الحقيقية ضاعت. هذا تحقيق عن عرقلة لسير العدالة وحنث باليمين حدث في قضية مدنية، وقد كنت ساذجا إذ اعتقدت أنه أمر واضح، وبالتأكيد كنت مخطئا. خسر الشعب الأمريكي، خسر من هم في هذا البلد ويؤمنون بحكم القانون والعدالة والمسؤولية. لقد قمنا بمهمتنا، وفي نهاية المطاف هذا أقصى ما يمكننا فعله. حملت إحدى وجهات النظر المسؤولية لكل الأطراف السياسية، وبينت أن فضيحة لوينسكي زادت الانشقاق الموجود مسبقا في واشنطن.
ساهمت القضية في زيادة الطائفية الحزبية التي ابتلينا بها هذه الأيام. ازداد كثيرا التطرف الذي رأيته، وشكل المزيد من الانشقاق والانقسام في البلد. احتد الطابع السياسي نفسه من التهجم الشخصي والتساؤل عن الدوافع، ولم يكن الهدف منه تغليب الحجة على الخصم بل تدميره شخصيا. يبدو أن الفضيحة لم تؤثر إلا قليلا في الحياة المهنية لآل كلينتون عقب الرئاسة. منذ أن ترك منصبه أقام كلينتون تحالفا مع سلفه جورج بوش الأب في ترأس فريق استجابة الولايات المتحدة لفيضان عام 2004 من خلال جمع الأموال لضحايا إعصار كاترينا. لا يزال كلينتون يصف المحاكمة بأنها معركة ذات دوافع سياسية، معركة انتصر فيها على معارضيه سياسيا. عام 2004 أخبر صحافيا خلال مقابلة له: حتى يوم موتي سأبقى سعيدا لأنني قاتلتهم، وسأبقى سعيدا لأنني انتصرت عليهم.